عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصلوا عليها ب 58 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. مين منا ما بحب يعمل مساج، وكتير أوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي بس مع سيلف مساجر ما بقى نعطل هالهم، وحتى إذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحي لوقت كمان وبالقوة يلي بتناسب جسمنا. كتير أوقات منحس بأوجاع أو بكتير ستريس أو بكتير تعب كمان، سيلف مساجر فينا نستعملها على الرقبة على الظهر على الكتف على الخصر وعلى الأرداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم، وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت بالمكتب وين ما كان، مزودة بإنفراريد كما إنها كفيلة بتحسين الدورة الدموية، أهم شيء إنه ما لها صوت وما بتلبد أبداً. سيلف مساجر مكفولة على سنة وبتحصلوا عليها ب 84 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي لينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 68 ألف وللدوبل فيتراج ب 150 ألف، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيالله محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري.
في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم، لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة لا يقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا عبا السلال على 01 44 55 55. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشارو بسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين بتشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة لا للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا كتير فيها وحتى فيهم يستعملوها هن بكل أمان. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة ودقيقتين بنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصل عليها ب 63 ألف وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على السلالة على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على ام تي في. Thank you.